كان بادئ الموسم الكابتن طارق وهو عارف ان الشكل هيكون افضل من الموسم اللي فات، ولا كان قلقان بعد الشكل؟ لا، هو كان بالنسبه له السنه اللي فاتت سنه يعني مرحله انتقاليه، ان احنا عايزين نقعد بالفرقه بس في الدوري، والسنه الجايه هيبقى شكل يعني شكل مختلف. انا زي ما قلت لك، هو على طول في محاضراته وفي كلامه ان هو عايز يرجع هيبه الحرس تاني. ان هي الحرس الحدود فريق بطولات، يعني دخل نفسه من 7 سنين من زي الاهلي والزمالك. كان في فتره كان هو بينافس الاهلي والزمالك واخد ثلاث بطولات. فهو الكابتن طارق السنه دي عايز يوصل بالفرقه في ابعد حته ممكن، وعايز يرجع هيبه الحرس تاني. فكان الخطه ان احنا نعمل فرقه كويسه ان هي تقدر تبقى في محيط المنافسه يعني السنه دي.